عندنا عدد 60 قفة لمناسبة شهر رمضان الكريم، وكنشكر جمعية تيجوت اللي موجودة بألمانيا، هما اللي كيسهروا على هاد المهم هاد العمل ديالهم، وحنا يلا كنشرفوا عليه، كنشكروهم، كنشكر السي نور الدين الطالبي اللي فبعدا في الجمعية، وخواجي عتيق وتوفيق والفشتالي، المهم الطالبيات، المهم كلهم هاد اللي كيساهموا كنشكرهم، وكنشكرهم صحاب تيجوت، وكل عام كيفرحوا هاد الناس حيت الناس هنا مساكين، وكنشكروا وكنبلغ لهم السلام، وعاودا كنشكرهم على هاد القضيه ديال الماء اللي المهم راه هما اللي ساهموا فيه بالسبب ديالهم، وما هو اللي منع سيدي واحد الخير كبير راه عطى النتيجه، راه عندنا شي 7 الاماكن ديالها بحال السنوقات بحال هادو، المهم صالحين للشرب والكسيبه، ونتمناهم التوفيق، وحنا معاهم باش نخدموا، كنشكروهم، نشكروا صحاب الجاليه واحد واحد اللي ساهم في هاد المبادره، وزعما كنشكرهم لان ما فيهم حب الوطن، وكيبغيو بلادهم دائما كيفكروا، زعما نقول لك بكل صراحه فيهم زعما روح وطنيه، تنشكروهم على هذه المبادره اللي تيديروها، وشكرا للزيوسيتي اللي حضر معنا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله خير الأنبياء والمرسلين، آمين. يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول كذلك: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، إلى آخر الآية. جمعية تيجوت جمعية إن شاء الله ثابتة لا في أوروبا ولا هنا في المغرب، مع جمعية تيجوت وجمعية الأحبة في تيجوت. جزاهم الله خيرا على هذا الواجب اللي قاموا به. نطلب الله تبارك وتعالى أن يزيد
أن يزيد بهذه الوصفات الواجبات اللي قاموا به إن شاء الله. وأطلب الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم الشهر الفضيل أن الله تبارك وتعالى عظيم عظيم عظيم. وأقول يعني ما سمعتم والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله الفقيه يديرنا شي فتحة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. هذا الإخوان جميعا اللهم اهديهم في من هديت، وعافيهم في من عافيت، وتولهم في من توليت، وبارك لهم فيما أعطيت، وقيهم واشرف عنهم شر ما قضيت. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. أموات ديالهم جميعا اللهم اغفر لهم وارحمهم، واعف عنهم وعافيهم، وأكرم نزلهم، واوسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم، وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. الاخوان جميعا زدهم من الدعاء العظيم في الشهر العظيم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم زدهم ولا تنقصهم، وأعطيهم ولا تحرمهم، وأعنهم ولا تعين عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم، وجلاء أحزانهم، وذهاب همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.